هل يجوز تأجير المساكن ليهودي او نصراني علما بانهم يفعلون بها بعض المنكرات كشرب الخمور وغير ذلك؟ اذا كنت في بلاد يقيم فيها الكفار ولك شقة او عمارة تأجرها، ما في بس تأجرها، يجوز البيع والشراء مع الكافر، يجوز التأجير والاستئجار مع الكافر، لا بأس بذلك. وكونهم يزاولون فيها دينهم ولا يظهرونه، أما إذا كانوا يظهرونه فلا يجوز، أما إذا كانوا يزاولونه خفيا في البيت فهذا هو شأنهم. نعم.